أصدقائنا رجعنا لكم بساعتنا الأخيرة من كابوتشينو لهذا اليوم، وأكيد كل يوم أحد يكون بساعتنا الأخيرة موجود معنا السيد سعيد مناع ويشرفنا وينورنا حتى ينطينا الأبراج الأسبوعية وشنو آخر الأخبار، شو صار بالكواكب، شو صار بالتلفونات اللي تكسرن تلفوناتهم واللي ألف مبروك. حبيت يعني أهنيكي على الهواء أول، يعني أول استفتاحية بالحديث مع المستمعين. ما متهنية بين تاني وقع من هاي تمام اليوم. أقول لك يعني مبروك التليفون، وقلنا لكم إحنا الأسبوع الماضي يا عمي عطارد بتراجع. لا يعني وفكرة صار حلو بصراحة. لا أحلى يعني أكو زغرفات صارت. لا وكمان وايرلس يعني بتقدر تقطعي أنت هيك وعادي بالإشارة هيك يشتغل معك. يشتغل بحدة هو إن شاء الله، هو بالإحساس يشتغل وياي. يلا إن شاء الله خير مو مشكلة. طبعا أنا بدي أطلب من المستمعين الكرام نشوف مين اللي صار عندهم أعطال تلفزيونات، موبايلات، ثلاجات، أي إشي أعطال في البيت، أي إشي في له علاقة بالإلكترونيات، ريموت انكسر، شاشة تلفزيون طفت، سيارة تعطلت الكهرباء تاعتها، يعني هاي الأشياء مين اللي صار معاه خلال الأسبوع الماضي لغاية اليوم، هاي الأشياء يخبرنا على أساس برضو إنه إحنا مش بدنا نتشمت فيه لكن نعرف السالفة. إن شاء الله. لا إله إلا الله. يلا هي حلوة الحمد لله. لا الحمد لله. الحمد لله على كل شيء يعني إحنا نقول. الله يخليها يا رب. سعيد بدون شماتة لو سمحت. لا ما في شماتة. اللهم لا شماتة. زين على حركاتك. طبعا إحنا بدنا نحكي عن الأسبوع هذا، صحيح إنه ما في يعني الزوايا العنيفة، هي إلا الزوايا رانوس وبلوتو بلشت انها تميل للحدية اكثر. نعم. هاي الزاوية طبعا هي اللي قاعدة ترفع وتيرة العنف في اماكن ومشاحنات وعصبية ومشاكل البيت وكل شيء. هاي الامور طبعا هاي من كلها من الزاوية، اما باقي الكواكب السريعة ما في اي شيء يذكر، الا انه عطارد اللي قلنا عنه الاسبوع الماضي انه هو انتقل. طبعا انتقاله ذكرنا انه لما بدخل برج الدلو هو برج له علاقة بالاتصالات. نعم. ولما بتراجع برضو فيه بتزيد اللي هي حدية الامور اللي لها في الاعطال في الاتصالات، تشويش على الحركة على الاتصالات، مواصلات، بتزدحم الطرقات، بتتعطل المركبات، بتقع حوادث على الطرقات اكثر من المعتاد. نعم. بتضيع حاجيات في البريد او بتتأخر وصولها. بنشعر ايضا بتشويش في افكارنا، بنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسمة، وغالبا ما بتكون غير متزنة. يعني إذا بدنا نتخذ قرار، فترة عطارد هي فترة سيئة لأي خطوة جديدة لها أبعادها، مثل يعني خصوصا اللي بده يخطب، بده يتزوج، بده يفتتح مشروع، في هاي الفترة برضو أمور تكون صعبة عليه. اللي بيشتغلوا بالأسهم، بالبورصة، بالعملات، برضو بده يكون حذر، لأنه العملة ما بتكون مستقرة وبدون سابق انذار بترتفع وبتنزل بشكل مفاجئ. أما الخبر المنيح طبعا اللي على أساس أنه إحنا بلشنا في الإشي اللي مش منيح في البداية، فبدنا نحكي عن الخبر المنيح انه الزهرة تنتقل لبرج الحوت. طبعا انتقالها راح يكون يوم الثلاثاء يوم 27/1 تقريبا فترة المساء. في هاي الفترة طبعا بتكون أقوى انتقالها من وجوده في الدلو، يعني راح يكون تأثيره أعلى. نعم. وخصوصا أنه مواليد الحوت لهم علاقة بالجماليات والفنون والأمور اللي لها علاقة بالفن والميديا والرومانسية والكلاسيكية يعني. نعم. سنة أكمل لسه في والله شغلات كثيرة يا سلطان، يعني ممكن أظل معك لبكرة الصبح يعني. طبعا خلال هاي فترة الكورة بشعر مواليد الحوت بتحسن، بطرق كثير على مظهرهم الخارجي وقوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر لهم، بيستفيد معهم مع هاي المواليد طبعا الأبراج المائية الأخرى، سرطان، العقرب، الأبراج الترابية طبعا الثور والعذراء، الجدي كذلك. كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة الولادة في برج الحوت، وكمان اللي لما انولدوا كان الزهرة موجود في برج الحوت، يعني بيكونوا هذول رومانسيين حالمين طول الوقت، يعني بيعيشوا في أجواء رومانسية خيالية. طبعا وجود الزهرة في الحوت
أنا بعطي لكل الأبراج ميزات حلوة، طبعا بدنا نستعرضها نشوف إن كيف شاء الله. كل واحد. حلو زين. هسا قبل ما نبدا بهاي السوالف وهاي الامور، بس وصلنا هنا كومنت من عمر اللي يتابعنا من امريكا، فده يقول اكو اقدر اتصل من يكون سعيد موجود؟ طبعا يا عمر تقدر تتصل من يكون سعيد موجود، وتقدر تستفسر عن برجك او تحكي اللي تريده. يعني احنا دائما نقول اصدقائنا اللي يتابعونا من الخارج الاتصال شويه يكون صعب من عندهم، فاحنا نستقبل اتصالاتهم باي وقت. وسعيد اي وقت انا موجود ان شاء نعم. الله نعم. وايضا شغله ثانيه انه يا جماعه الخير احنا هسه بدينا الفقره، من هسه ابدوا كومنتات، من هسه ابدوا اتصالات، لحقوا حالكم يعني، لحقوا نفسكم صدق يعني، مو اخر شيء تبدون بتعليقاتكم ومن لحق عليكم. فحاولوا من هسه اي استفسار، اي احد عنده اي استفسار لو يدزلنا كومنت او على الاس ام اس على 90848 او حتى على الاتصال المباشر، ان شاء الله سعيد يقدر يجاوبكم على كل اسئلتكم ان شاء الله. هسه احنا شنو راح نبدا بدنا نستعرض عاد الزهره شو بده ياثر على الكواكب على الابراج ككل. زين. طبعا بالنسبه للحمل الأمور اللي لها تعامل مع المؤسسات أو الشركات الكبيرة، هاي بصير لهم مجال إنه يدخلوا فيها أو يقدموا مشاريع لها، أو بيجيهم ردود على مشاريعهم كانوا مقدمينها مسبقا. نعم. أو منهم يبدأ بعلاقة غرامية خفية، خصوصا هذول العزاب اللي عايشين الدور اللي يعني عايشين الجو الحب. طبعا بالنسبة للثور اللي هو النشاط الاجتماعي بيكثر عندهم بالفترة هاي. بالنسبة للجوزاء بيستفيدوا في مجال العمل وفي مجال العلاقات مع المسؤولين. بالنسبة للسرطان طبعا بتتعزز الفترة هاي عمليات السفر والاتصالات البعيدة، عمليات الاستيراد والتصدير، القضايا القضائية إذا كان في عندهم قضية فالنتيجة بتكون لصالحهم بالفترة هاي. أما بالنسبة للأسد بتكون المكاسب مالية لها علاقة بصلة لها بالشراكة أو بتعويض. تمام. أما بالنسبة للعذراء تعزيز الشراكة في العمل أو في الزواج. بالنسبة للميزان طبعا هو اللي أكثر الناس اللي احنا نحذرهم الاستفادة في العمل خاصة مع الزملاء، مع تحذير في من ارتفاع الوزن. بالنسبة للعقرب حظ عاطفي ومالي وفرصة حمل للنساء. طبعا بالنسبة للقوس الاستفادة في السكن والعقارات والأمور العائلية، ما راح أعلق على الإيش اللي عملتي، احنا بنحكي عن العقرب المتزوجين مش بنحكي عن لا كمل لا بس منت شفت الرياكشن مال سلطان. طبعا بالنسبة للقوس وإن الاستفادة في أمور السكن والعقارات والأمور العائلية، يعني منهم ممكن إنه ينتقل لبيت جديد، ممكن يعمل أثاث جديد يعدل في بيته. تمام. اللي عنده عقار مثلا مش عارف يبيعه الفترة هاي هي فترة مناسبة لعملية البيع. حلو. طبعا بالنسبة للجدي الدراسات وتعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران والسفريات القصيرة. بالنسبة للدلو اللي بتتركز الفترة هاي على المكاسب المالية، رغم الفترة كانوا شوي انضغطوا خلال فترة الشهرين اللي مضت كثير. تمام. فالفترة هاي إن شاء الله بنتعشوا فيها، وخصوصا إنه الشمس انتقلت لعندهم من منتصف الأسبوع اللي مضى، فبنحكي لهم لكل مواليد الدلو كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب يعني تكون سنة خير عليكم بإذن الله إن شاء الله. أما بالنسبة للحوت طبعا أكثر المستفيدين عاطفيا وماليا، والاهتمام بالنواحي الفنية والجمالية، والله يسعدك يا سلطان ما شاء الله. حبيبي يا سلطان الله يرضى عليك ما شاء الله. الله يزيدها. طبعا هيك احنا خلصنا بالنسبة للزهرة ايش تأثيراتها. رجع برضو بالنسبة للعطارد احنا حكينا اللي صار معاه اي مشاكل يخبرنا على اساس انه احنا نسجل بالقائمة تبعتنا سوداء. طبعا اول اتصال معنا، اول اتصال من تفضلي. مرحبا. قولي لنا شو صار معك. والله بصراحة اليوم التليفون راح بيها، فتح على سبيستون اليوم التليفون وماكو. لا الحلو بالموضوع شوف يعني سعيد، انه اكو اتصالات دا تجي واكو مثلا مسجز وما اعرف شنو، انا دا يضوي عندي يعني التليفون بس لا ممكن صار يشتغل على الصوت ما بتعرف، بس لا حياتي لمن تنادي اللوك ما دا يفتح يعني ممكن على الاشارة من بعيد ما ممكن هو حساسة انت لازم ما اعرف بعد شلون.
زين اكو طبعا احنا بالنسبه لي انا اقول انا شو اللي صار عندي. انا طبعا الحنفيات المي عندي راحت التلفزيون برضو راح، الاجهزه علقت عندي، الدحات ما شاء الله كثير صرنا مغيرين خلال اليومين هذول، فيعني الحمد لله الله يستر. التلفونات ولا والكهرباء السياره صحيح الريموت برضو عطل معي، كل شيء نفس الشيء ما اعرف شو السالفه. زين خلينا ناخذ اتصال هسه نقول يا الله. الو رجعت حكيت معه مرة آيات معلش كمان مرة يا ميت أهلا وسهلا أم خالد شلونك حبيبتي؟ هلا هلا حبيبتي والله زمان عنك يا أم خالد تسلم الله يخليها يا رب. والله تمام الحمد لله، شو أخبارك؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شو احكينا في إشي عن برج القوس؟ والله برج القوس طبعا بلشت هي ابتداء من يوم الأربعاء اللي هي عملية الحركة والنشاط والمناسبات والزيارات، وزي المكوك ماسك التليفون وبطارد فيا أما بتكون الأمور عندهم اللي هي أمور اللي هي المناسبات والأفراح، أما أو بتكون عندهم أمور الأحزان أو الاهتمام بمرضى أو ناس تعبانة أو شغلات مثل هيك. الله يبعد المرض إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ولكن إنه النشاط عندهم بيشتغل على كل الأوجه يعني مخالد. ان شاء الله حلو ان شاء الله تبشير خير يعني ان شاء الله. لا بالنسبه للامور بلشت تتحسن بشكل ملحوظ، وخصوصا مع انتقال يعني برضو الزهره الامور البيتيه بتشتغل عندهم بشكل ممتاز جدا، ونسبه الحظوظ بترتفع عندهم. حلو يعني في الجميع. انا بتمنى كمان طبعا ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيها الله يخليها يا رب. مع السلامه. زين هسه شنو راح نبدا بال طبعا الابراج صح بدنا نحكي هسه عن خلال الأسبوع. عنا يوم الأحد والاثنين القمر بكون طبعا اليوم وبكرة القمر بكون في الحمل، ثلاثاء والأربعاء بالثور، الخميس والجمعة بكون بالجوزاء، ويوم السبت بكون بالسرطان اللي هو نهاية الشهر. عنا خلو المسار طبعا هذا اللي أنا بدي أنبه عليه. يوم الاثنين طبعا خلو المسار بكون معنا ساعتين، معنا اتصال. يلا ناخذ الاتصال. سلطان صباح الخير. صباح النور. كيفك يا حبيبتي؟ بس لو سمحت تنصين صوت الراديو جدا جدا. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. منو ويانا؟ ما عرفتي صوتي؟ لا حبيبتي منو بس ما يرسوي اليوم. منو ويانا؟ انا بثينة. بثينة هلا بيك يا بثينة. كيفك حبيبتي؟ تفضلي حبيبتي. الحمد لله. أخبارك؟ تمام. أنا أسمع الأبراج. قولي لنا سؤالك شنو عن البرج الخاص؟ والله صارت معنا مشكلة مرحبا أخ سعيد. الله يخليها معك. أنا سامعك. صلى عليك يعني. الله يسلمك الله يخليها. قبل يوم أول امبارح صارت معنا مشكلة في تبعت أمنية هاي. اللي هي تاعت الوايرلس هاي تاعت الواي فاي. فأنا دافع يعني دافع أعطيت ابني الصغير يدفع لي. وزينا على البيت مش راضي يشتغل بالمرة. يكون الدافع ليكون مش عارفة ايش قعدت يعني كل شوية مرة تروح ومرة تيجي وبعدين بالآخر يعني هلا عرفت كله من عطارد. ما هو عطارد هذا هو سبب البلاوي هاي. لا منقول له يزيح عنكم شوي والله. يلا إن شاء الله خير. قولي لنا مواليد يا برج بثينة. حتى برج العذراء. العذراء. خلاص إن شاء الله. نعرف شنو سالفة برج العذراء وخير هسه يعني إحنا معذرة بس عندنا اتصال. الله يخليكم سعيد. تسلم. شكرا الله يخليك. مع السلامة. زين خلينا ناخذ اتصال آخر هسه. سعيد ألو. 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 أهلا. صباح الخير. صباح الأنوار. يا أهلا وسهلا. لو سمحتي يعني بنتي متقدم لها إنسان كلش حارين إحنا بالموافقة، فممكن أعرف التوافق أو الموافقة. طيب زين. ممكن أنت تعطيني تواريخ الميلاد للطرفين؟ هو 22/8 74 وبنتي 14/10/94 14/11 أي سنة؟ 94. طيب هسا شوي إن شاء الله وبحسب لك إياها وببلغك. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا. الله يخليها. شكرا إذن شهنا وسهلا. أوكي شنو هسا وين وصلنا؟ طبعا هسا بدنا نحكي إحنا عن خلو المسار خلال الأسبوع هذا.
خلو المسار طبعا بدي أركز أنا أنه خلو المسار يوم الاثنين عندنا في خلو مسار بيجي طبعا كل التوقيت اللي أنا راح أحكيه هو بتوقيت غرينتش على أساس اللي بسمعونا من كل أنحاء العالم. نعم. بيقدر أنه يزيد هو الفترة تاعته زي الأردن ساعتين العراق 3 ساعات يعني كل واحد بيغير على حسب المنطقة تاعته ولكن هي توقيت العالمي بيكون أفضل. بالنسبة ليوم الاثنين خلو المسار اللي هو ما بين الساعة 4:22 و6:36 مساء طبعا هاي الفترة هي خلو المسار معروف انه لا يصلح لعمل اي شيء جديد او الارتباط باي شيء او توقيع عقود لاي شيء بل تكميل الامور اللي انتو كنتوا تشتغلوا فيها. يعني ما تبدأوا في شيء جديد ما يبدون شيء جديد. حلو شو كنت بدك تسولفي لا لا بس شوية يعني تحاوروا يا سلطان خلف الكواليس. أما بالنسبة ليوم الأربعاء طبعا هذا اللي راح يكون صعب شوي إنه عندنا الخلو المسار راح يبدأ تقريبا الساعة 2:18 الفجر وراح يمتد تقريبا للساعة 10:36 مساء يعني تقريبا طول الليل ونهار مع بنص الليل يعني لا منتصف الليل تقريبا. نعم. هاي الفترة يوم الأربعاء لا يصلح للبدء بأي شيء جديد بس إنه الواحد يعمل الأشياء الروتينية أو الأشياء اللي التكميلية ولكن إنه ما يبدأ في شيء ما يشتري شيء مهم يحاول إنه يركز بس على الشيء المعتاد يعني على الروتين. أما بالنسبة ليوم الجمعة الله يسعد صباحك يا عمدة عماد زمان ما شفناه. طبعا بالنسبة ليوم الجمعة يبدأ الخلو المسار الساعة 9:24 صباحا وبنتهي يوم السبت يعني الساعة 7:08 يعني مدة كثير كبيرة فنهار الجمعة الله يكون بعون الناس من المشاكل البيتية خصوصا اللي بيكونوا مجهزين واللي بيكونوا بدون. طبعا رح احنا نحكي نداوم طبعا احنا رح نحكي السبب ليش انا قلت الله يكون بعونهم لانه يوم الجمعة في عنا زاوية تربيع بين الزهرة وزحل وعنا برضو زاوية اقتران بين الشمس وبين عطارد يعني في خلو مسار وفي زاويتين حساد جايات مركبات مع بعض يعني الغيرة رح تشتغل وحب التملك رح يشتغل والميل للاكتئاب ونزاعات مع المحيط. احنا اصلا الجمعة مو عطلة مش عطلة هي لان المفروض انه ما حدا يقعد في البيت يقول يعني لك الجمعة اذا تقعد بالبيت حتصير مشاكل يعني طبعا احنا مداومين اصلا الجمعة يعني وفي نزاعات في الحياة اليومية وخلافات عابرة بس اللي برضو اللي بيمشوا بالطرقات اللي بدهم يطلعوا رحل او يتحركوا برضو بدهم ينتبهوا بالقيادة لانه برضو تراجع وطارد والزاوية هاي فبتحذر من نسبة الحوادث ولا سمح الله انها راح تكون كثيرة. الله يستر. بس زين قبل ما تكمل او قبل ما تبدا اقصد بالابراج لهذا اليوم واصلنا من ندى الحسامي تريد تعرف حظها. اعرف حظي مو حلو ابدا بس هاي كاتبة لنا التاريخ الميلاد 16/10 وولادة الساعة بالتسعة بالليل طيب ان شاء الله انا بعد الحلقة لانه هاي حساب الطالع والخارطة الفلكية بحاجة لوقت ان شاء الله بعد الحلقة مباشرة انا بنزل لك كومنت. رائد كاتب يريد يعرف 26/7 للعاطفة والسفر. بالنسبة للبرج الأسد طبعا هم اللي طبعا الشهر الماضي شوي ما كان بالصورة المطلوبة صحيح انه كان في شوية يعني شوية اشياء هيك حركتهم ولكن انه نفسيا هو داخليا حرارة عاطفية حرارة داخلية عنده ما في يعني ممكن انه التقى باشخاص قدامى او ناس من زمان ما خابرهم ما كلمهم فجأة ظهروا على الساحة مرة ثانية. طبعا هذا كله له تأثير من انه الزهرة كانت موجودة في الدلو الشمس هسه موجودة في الدلو في بيت الشراكة فأي امور إلها علاقة بالشراكة هي نشطة وممتازة جدا. بقول لك أنا بالفترة هاي ما تفكر في الأمور العاطفية بشكل كبير أجل الموضوع لبعد ما نخلص من الشهر هاد لأنه الشمس موجودة مقابل لبرجك تماما فهذا بضغط عليك شوي بخفف من الحظوظ. أما بالنسبة للأمور العاطفية لك خلال الفترة العام هاد طبعا متركز أنت على 5/6 إلى 19/7
ومن 6/9 ل 8/10 وعندك نهاية السنة. أما بالنسبة للعمل طبعا هو شهر واحد كان في فرص للعمل لغاية 27/1 ولكن مش هالفرص الكثيرة، من 21/2 ل 17/3 إن شاء الله بتتحرك الأمور عندك، من 19/7 ل 25/7 ومن 8/10 ل 8/11 ومن نهاية العام، فهاي الفترات كلها هاي إن شاء الله أنك بتشوف فيها الخير. حلو تمام، هاي ان شاء الله نقول ان شاء الله خير، بس هذا ما ننسى احنا الطلب. لا لا ما راح انسى ان شاء الله، راح هاي الحساب هي لانه انا بدي اتاكد انه 22/8 انه هو من برج الاسد وهو من برج العذراء. حلو تمام تمام، يلا ان شاء الله خير ونعرف شنو السوالف وشنو التوافق ان شاء بين الله البرجين. يمكن بس هسه قبل ما ننتقل الى الابراج كلها ويانا هسه اعتقد فاصل اعلاني، لا بعد دقيقتين يعني ناخذ زين طيب ناخذ معناته برج الحمل. يلا برج الحمل طبعا اليوم الاحد الى الاثنين الثقه بالنفس بتكون كبيره وبعمق النشاط، بتسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا في الدفع في مصالحكم قدما، فتره ايجابيه استغلوها، الشمس بتسلط الاضواء على الدعم الخارجي، ربما أن يكون في اهتمامات مالية أو إشي له علاقة بالقروض أو الديون، يعني في أكثر من شيء لها علاقة بالقرارات الجديدة. نعم. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء طبعا الثقة بتكون بالنفس زيادة كبيرة وبعمق النشاط، ممكن أنكم تبادروا بخطوة جديدة والدفع بمصالحكم، ممكن تكون على موعد مع امتحان أو تقييم لمؤهلاتك، هاي الفترة جيدة لتبادل الخبرات ومنكم من يستثمر في هواية أو يصبح عضو في جمعية ما. أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وتكون أفكاركم نشيطة، وهاي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع المحيط، تكلم بوضوح ولا داعي للانفعال. يوم السبت يحمل ظروفا شخصية متطلبة يدفعكم للتواجد يعني للتواجد في منزلك لسبب إيجابي أو سلبي. حلو تمام، هسا ناخذ الفاصل ونرجع ثاني إن شاء الله. يلا أوكي أصدقائنا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير جدا، واصلتنا أكثر من مسج على 90848. أولا واصلنا من أحمد كاتب صباح الخير وتحياتي لكم، أريد أعرف تفاصيل برجي الجديد اللي هو 7/1/88 وليش مدى يرضى يضبط وياي أي شغل وعرقلة دائما بحياتي. طبعا بالنسبة لك يا أخ أحمد لأنه الفترة هاي الزاوية المتشكلة بين عطارد اللي موجود في الجدي مع أورانوس هو اللي بيعمل الأشياء المفاجئة أو بيعطل عليك أشياء كثيرة. نعم. خلال الفترة الجاي يعني بدك يعني تصبر لك شوي هيك عبين ما إنه تستقر الكواكب، ولكن هي أفضل شيء راح تكون عندك أنت بعد 18/2 هي راح تبلش الأمور تتحرك، خصوصا الأمور اللي لها علاقة بالعمل. بالعمل. أما بالفترة هاي في نوع من أنواع التغيير ولكن ما راح يكون بالشكل اللي انت بتحبه او انت بترغبه. حلو زين، واصل لناكم او مسج ثاني على 90848 من هدى، صباح الخير ايات سعيد يقدر يساعدني بتوقعاته، هي من مواليد برج او من مواليد 9/7 وولاده الساعه 2 الفجر. بس ما هو انا اذا انت حددتي لي ساعه الميلاد ولكن ما حددتي لي المدينه اللي انت مولدتي فيها على اساس انه انا اقدر اعطيك الجواب الصحيح عليها. اوكي لعد انتظر من هدى. ايوه لو تقدر هدى يعني تدزلنا مسج اخر او تتصل حتى نعرف المدينه، عشان نعرف المدينه بيكون افضل حتى نعطيك التفاصيل بشكل اكبر. اوكي هسه سعيد احنا يمكن وصلنا او حكينا سولفنا عن برج الحمل، هسه شنو ننتقل الى البرج الثاني. برج هسه بدنا نحكي برضو في عنا احنا شنو يعني شيء له علاقة بالحسابات، لأنه مبعث لنا إحنا شيء اللي هي الرسالة للأخت اللي اتصلت على أوكي. أساس أنه تشوف عملية التوافق بين البرجين، فبدنا نحسب لها إياها على أساس نعطيها الجواب. صحيح. ما ننسى. أوكي. طبعا نسبة التوافق ما بينهم هي عالية جدا، هو من برج الأسد وهي من برج العذراء. طبعا اعتقد الاخت ندى اللي هي طلبت التوافق بين الاسد والعقرب،
نسبة التوافق ما بينهم عالية جدا رغم فارق السن الكبير اللي ما بينهم، ولكن انه النتيجة كانت يعني مذهلة بالنسبة لنا انها هي تقريبا فول مارك. يعني أنا استغربت بصراحة، النتيجة مو طبيعية. يعني نسبة التوافق ما بينهم الله أعلم طبعا 99%، لكن إنه بما إنه برج الأسد وهي عقرب فأكيد إنه هو راح يكون في اتفاق ما بينهم اثنين، لأنه هذول ملوك، يعني هي ملكة في برج الأبراج المالي المائية، وبالنسبة له ملك في الأبراج النارية، ولكن أنه في بعض الأشياء لازم أنهم على حسب طباعهم أنهم يتنازلوا عنها. حلو تمام. يعني بالنسبة للأخت ندى يمكن لا، نسبة التوافق عالية، نسبة التوافق عالية بين الطرفين، فبعد الباقي على الأمور الثانية. هم اللي يهتموا في بعض، هم يهتمون بعض ويشوفون شلون الموافقة. يعني هي يكون عندها قدرة أنها هي تتنازل عن بعض الأمور، وهو برضو بده يتنازل عن بعض الأمور. نعم. فبتمشي المشاكل البسيطة. إن شاء الله خير، ونقدر نسمع خبر حلو عن قريب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. منعزم. أكيد إرادنا. زين أنا أجي يقول سلطان. آه وهي سلطان كمان. ماشي أوكي. أحجزون على طاولة واحدة ثلاثة بالله. لازم. إن شاء الله. هسه طبعا وصلنا إحنا لبرج الثور، برج الثور اللي هو تقريبا يعني شوي هيك الفترة هاي كان مضغوط، لكن الحمد لله ابتدائي من يوم الأحد اللي هو اليوم وبكرة امبارح المساء هو حسب التغيير. إنه في نوع من أنواع إنه ما لازم يبالغ في الجهد الجسماني، لازم يعطوا سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، ينتبهوا لغذائهم وراحتهم، لازم يكون صبور زيادة عن اللزوم. يعني أنا ملاحظ إنه نسبة العصبية راح تكون عنده عالية. عالية برج الثور. يعني لأنه الفترة هاي إما إنك بتشعر بالراحة والهدوء الكامل أو الهدوء التام ما في. بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء بتكون مدرك لأهمية التحركات والمبادرات مع وجود القمر في برجك، وربما تنجح لإنفراج مسألة عالقة. أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة. منكم طبعا ببادر إلى تسوية مالية أو يعيش فترة امتحان. يوم السبت طبعا بيكون بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة باستطاعتكم إنجاز الكثير، ولكن حاذر البلبلة والفوضى. حلو تمام. قبل ما ننتقل للجوزاء خلنا نأخذ اتصال نحاول. ألو. ألو. صباح النور. يا أهلا وسهلا. أهلا كيفك تتعيان؟ لونك أم عصام. الله يسلمك ويخليك إن شاء الله. الله يسلمها يا رب. صباح الخير أستاذ. يا صباح الورد. الله يخليها يا عصام. نورنا اليوم. الله يخليها يا عصام. شو أخبارك؟ طمنين عنك. الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله. تحية لحضرتكم. تحية لكل الكادر، لكل المستمعين. الله يسلمك ويرضى عليك يا رب. الله يسلمك ويخليك. أنا بنبسط والله لما بسمع اتصالك والله يا عصام. تسلم. الله يخليك. الله يخليك يا رب. تسلم. الله يبارك. بس أوصل للميزان إن شاء الله راح أهتم فيه، وشوي شوي راح أحكي. تسلم. تسلم. الله يخليك. يخليك يا رب. يسلمك. أستاذ سعيد 18-1 اسم ابني ميسرة. بدي أشوف في خطوبة عنده السنة 18-1 إن شاء الله. بس أوصل لبرج الجدي بركز عليه إن شاء الله. تسلم. شكرا جزيلا. شكرا حبيبتي يا مصطفى. حبيبتي تحياتي لك ايضا. اوكي هسه وين وصلنا؟ طبعا هسه وصلنا احنا لبرج الجوزاء. طبعا برج الجوزاء اللي هو الفتره هاي اللي بنشطوا فيها اجتماعيا وبلتقوا الاصدقاء، ومنكم من يشارك في حفل او مناسبه. شو لا كمل ما شاء الله. يعني دا اقراها هنا انا ف طيب. اضحك على التليفون. طيب لا. كمل كمل مالك انت. طيب هسه عندنا يوم الاحد والاثنين بنشطوا اجتماعيا لهم برج الجوزاء، وبلتقوا بالاصدقاء، ومنهم بيشارك بحفله او مناسبه سعيده. بتفرح بدعم من جهه ما، قدم حلول معتدله كي تحظى بتحالف جيد. حلو. يوم الثلاثاء والأربعاء طبعا هاي فترة خالية من الحيوية والحصانة والمناعة، ما تجازف نهائيا ولا تراهن على الحدود. تمام. أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة طبعا بتفرح لإنفراج مهم شخصي أو عاطفي. يوم السبت لما بكون عندنا القمر في السرطان طبعا هنا بتدافع عن حقك، و
يعني لازم تدافع عن حظك طبعا في الفترة هاي، بتفرح بتسوية مالية أو مصالحة، بتسلط الأضواء على مسألة مالية كدين أو قرض. حلو، ويانا اتصال من عمر اللي بأمريكا، خلنا نأخذ نقول ألو. اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عمر. حبيبي يا عمر، الله يخليك. هلا هلا مرحبا. أقول لك بد هيك شرع على بسبب السرطان. أنا مولود طبعا حتى ميلادي ثوري، يعني أنا مولود يوم 14/7/1973. أها. والله شي طيب. هسا انا ان شاء الله هاي 5/7 عندك 2 وعندك 5. سؤال عمر، انت بتشتغل في المجال الفني شيء؟ تكتب شعر، بتكتب خواطر؟ اه بترسم. اه لانه انت الامور الفنيه ما شاء الله عندك حس فني عالي جدا يعني. الله يخليك. طبعا هي الفترة الماضية هاي كانت شوي ضغطة عليك. اي والله صح، انا رحت شوية هاي الامور كانت نفسية تعبانة. ان شاء الله. انا هسا هيني انا بدي اتكلم عن برج السرطان على اساس اني ما اطول عليك على الاتصال. اكيد عمر العادة بشرح لك انا بالتفصيل خلال الاسبوع الجاي ايش رح يكون، وعنا احنا يوم الاحد تقريبا ان شاء الله، لسه ما تحدد الموعد على اساس انه توع قاعات الشهر مساء بتكون ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك يا عمر، واظل اسمع هسا البرج مالك. حبيبي عمر، شكرا اتصال. اهلا مع السلامه. زين هسه ننتقل الى برج السرطان. طبعاً نحاول يعني احنا جاهدين نخلص الابراج ان شاء الله. لا بنخلص ان شاء الله، توكل على الله. بس ايوه يعني صحيح انه عطارد بتراجع بس مش على كتافي، مش علينا يعني، ما احنا اللاعب لمين الدور يعني. اوكي ماشي. زين يلا. طبعا بالنسبه لبرج السرطان اللي طبعا بما انه الابراج لسه ما يعني القمر لسه ما وصله، فبضل الفترة لسه مبلبل لعنده، بضل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل. هذا يوم اللي هو اليوم وبكرة، ممكن انه واللي بيعمل بيثبت جدارته للمسؤولين. حلو. لازم ينظم وقته جيد ويحترم المواعيد في خلال الفترة هاي. تمام. هاي فترة بتطلب الدقة والمتابعة، فلهذا يعني حضر جيدا ولا ترتجل. بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء، هاي فترة بتكسب فيها الدعم والتأييد والانضمام إلى مجموعة ما أو لتوسيع دائرة التحرك. إنها فترة تكسب فيها شعبية جيدة. أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة، طبعا بما أنه القمر بيكون في الجوزاء فالسرطان أكيد رح يكون تعبان لأنه في بيت المتاعب عنده. نعم. بده يحاول أنه ينجز العمل الضروري بس والعاجل، ويحاول أنه يرتاح لأنه بفقد حماسته فيها وبتكون الفترة مخيبة للأمل. نعم. أما بالنسبة ليوم السبت طبعا ومع بداية شهر جديد بيكون القمر عندهم، هاي الفترة بتتميز بالحماسة الكبيرة وبتصبح أفكار واضحة وبسمع فيها أخبار جيدة. طبعا تستمر هاي الفترة الأسبوع اللي بعديه كامل، الحظوظ بتكون تلعب دور كبير مع برج السرطان. تمام. أما بالنسبة لبرج الأسد، طبعا الأسد اليوم الأحد والاثنين ومبارح برضو من بعد العصر تقريبا أنه بلشت الأمور لها في النشاط في السفر أو الاتصالات البعيدة، المراسلات اللي عندهم، امتحانات جامعية. هاي فترة لها علو يعني، لها فترة ممتازة جدا لغاية يوم الاثنين، برضو مناسبة للانفتاح على المحيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال جديد، يعتبر من أجمل أيام الشهر لإلهم. أما بالنسبة يوم الثلاثاء والأربعاء بكون طبعا هاي منكم بيبدأ في مرحلة مهنية أو اجتماعية مهمة تنتظرك فيها برضو انشغالات إضافية بتسبب لك المتاعب بسبب كثرة ضغوطها وضيق الوقت. حاذر من الانفصال والتراجع. نعم. هاي أهم نقطتين أنا بحب أحذر إلها ليوم الثلاثاء والأربعاء لمواليد برج الأسد. أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة، طبعا هنا باستطاعتك الاتكال على أحد، يعني على أحد الأصدقاء أو المعارف اللي إلك. نعم. في أول الزملاء في سبيل إنجاح مسؤولية أو عمل ما.
لا تحاول المماطلة بل ثابر وأنهي العمل المتراكم. نعم. يمكن عندك حلو. أما بالنسبة لبرج السرطان طبعا لما بنتقل للسرطان هنا بكون من أسوأ أيام الشهر. لا تبدأ عملا ولا تتخذ قرارا حاسما، حاذر من الفشل والتراجع والخيبة، راعي ظروفك الصحية طبعا لأنه السرطان هو بيت المتاعب للأسد. للأسد. فهي الفترة بتكون نهاية الأسبوع اللي هو يوم السبت، هي نعم. صعبة عليهم. تمام. بالنسبة للعذراء طبعا الأحد والاثنين بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكرهم. الفرص صحيح إنها متاحة لمكسب مالي له علاقة يعني له صلة بشراكة أو تعويض، وممكن إنها برضو تساعد في تسوية مع أحد الجهات. ما تفرض رأيك وما تكون عنيد وما تهمل أوراق الثبوتية، يعني خلي أوراقك الثبوتية دائما أنت حاملها معك. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء بترتفع المعنويات وبتنشغل بأمور جديدة، بتنعش حماسك، إنها فترة مناسبة للترويج لأفكارك ومشاريعك. تمام. أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة طبعا هاي الفترة بتكثر المسؤوليات وبتشعر ببعض الاضطراب، وقد تعيش فترة امتحان أو ضغط حياة ضغط في حياتك اليومية، فلا تكون مهملا. نعم. يوم السبت طبعا فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم، أنت بحاجة لإعادة التواصل مع أحدهم. حلو. تمام. واصلنا على 9848. سعيد صباح الورد، أنا مواليد 1/1/73 ويريد يعرف هو أي برج. 1/1 طبعا برج الجدي. برج الجدي. نعم. لسه هسه بس نوصل للجدي إن شاء الله، نشوف شنو التفاصيل أكثر على الموضوع. تمام. إن شاء الله. طبعا بالنسبة لبرج الميزان مبارح العصر واليوم وبكرة هاي الفترة بتزيد عملية إنهم يدعموا شراكتهم لشراكة العاطفية أو شراكة العمل. نعم. ولكن يجب تجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات والحذر من المواجهات الكلامية. وحاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا. نعم. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء هاي الفترة بتعيد ضبط شؤونكم المالية والفرصة متاحة لمكسب مالي. ما لا تدع أحد يدفعك إلى توظيف الأموال، دقق في المعطيات ثم تحرك، لا تهملوا صحتكم، تستطيع التواصل مع الآخرين والتعبير عن رأيك فتشجع. يوم الخميس والجمعة طبعا هاي فترة واعدة وغنية ورومانسية وناجحة لعملك. تعاطف مع الأهل يعني. طبعا. لا تهملهم، خلي في نوع من التواصل. تواصل يعني. حلو. نعم. أما يوم السبت طبعا لا تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام، فترة مشحونة نوعا ما، فكن حذرا ومتيقظا، قد تستلم عملا أو منصب جديد. طبعا في كثير من برج الميزان بيسألوني إنه ليش، هو السبب إنه الفترة هاي هم مضغوطين وعندهم حالات اكتئاب وأشياء مثل هيك. طبعا إحنا بنرجع من عيد إنه ميزان عقرب قوس، أول إشي برج الاتصالات عندهم موجود في زحل. نعم. ولو جيت حسبت قوس جدي برضو البيت الاجتماعي لإلهم موجود في بلوتو عامل زاوية يعني تربيع مع أورانوس، يعني هذه الأمور كلها طبيعة الحال بدها تكون ضغط عليهم. على هاي الأمراض. يعني صحيح الشمس موجودة في الدلو وبتدعم شوي، ولكن مش بالشكل الكافي اللي يريح نفسيتهم. تمام. وصلنا طبعا لبرج العقرب. برج العقرب هنا بدنا نحكي شوي، هاي فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد. حاذر من النزاعات والتذمر والتمرد ولا تغامر بموقعك. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء يعني هاي فترة بدك تتجنب الغضب والانفعال، ولا تعد تدع أحد يستفزك، واحمي سمعتك من التشويه. نعم. فلا تجازف ولا تؤزم وضعك. أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة طبعا هاي الفترة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة، وظف طاقاتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات، ناقش بوضوح، تظهر المؤشرات كلها لصالحك أو لتسويه. أما بالنسبة ليوم السبت طبعا يوم مناسب لإعادة ترتيب الأوضاع وللمصالحة والتقارب، قد ترغب في استكشاف موقع جديد. مو وقتها روح دوري على ذهب. مو وقتها.
زين هسه شنو راح هسه وصلنا احنا لبرج القوس. طبعا برج القوس احنا مبارح اجاني كومنت عندي على البيج انه يعني شوي خف علينا واعطينا اشي يبشرنا. هسه مبدئيا خف علينا لانه هسه حاليا والدي يسمعنا همنا ومن مواليد برج القوس. فطبعا انا لازم طبعا بالنسبة لليوم الأحد والاثنين هاي الفترة بتزداد الرغبة في التقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، بتكون الحظوظ قوية. كما أنه الفترة مناسبة للمناسبات الاجتماعية والمهنية والعائلية ولتلطيف الأجواء. أما يوم الثلاثاء والأربعاء طبعا هنا نظم جدول أعمالك جيدا ولا تعرض مصالحك للتراجع، ومنكم من يكون على فرصة عمل جديد. يعني اللي عنده بيقدم لسي في او بده يشوف إشي بالعمل طبعا ان شاء الله ان هالامور بتكون ممتازه لصالحه. اما يوم الخميس والجمعه بتكون عصبيتكم زياده عن اللزوم، محتدين يعني. فبما انه حكينا احنا زوايا التربيع رايحه تكون موجوده يوم الجمعه، وانتم يوم الجمعه عندكم العصبيه زياده عن اللزوم، فطبعا بتكون ديروا بالكم لانه بصعب التفاهم معكم وربما تتسرع باطلاق كلام في غير مكانه. اما يوم السبت طبعا انت بتحاول ترتيب الاوضاع وتصحيح الاخطاء، انت بحاجه الى بعض المرونه ولتلطيف الاجواء وتقريب المسافه بينك وبين الاخرين. تمام حلو. زين هاي بالنسبة لبرج القوس. طيب بالنسبة لبرج القوس اللي عندهم الفترة هاي خصوصا اليوم، طبعا هذا سؤال على أساس الامتحانات، فلقونا القوس جديد له حوت حمل، فعنده في بيت الحظ موجود القمر، فهذا الاشي طبعا بعطيه دافع يعني منيح. ولو قلنا برضو قوس جدي دلو البيت الثالث انه لسه الزهرة ما انتقلت، برضو موجودة في بيت الدراسة، فإن شاء الله إنه اللي بيكون عنده امتحان اليوم بيكون الوضع عنده ممتاز إن شاء الله خير، وإن شاء الله الموفقية للجميع. إن شاء الله. أوكي هسا رح ننتقل لبرج الجدي. طبعا برج الجدي، برج الجدي للأحد والاثنين، طبعا إحنا حكينا إنه في عنا أكثر من رسالة وأكثر من اتصال سأل عن الجدي. فبالنسبة ليوم الأحد والاثنين بترغبوا في تدخيل إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة، وقد تقدم على خطوة جريئة، وقد تظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء طبعا هنا هذا اليوم بالتحديد الثلاثاء والأربعاء يركزوا معي تبعين الجدي لأنه هذا يوم مهم بالنسبة لهم. بيجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تجمعكم بشخص قريب من فؤادكم. جربوا حظكم بورقة يا نصيب. حلو. كما تنجحوا في المفاوضات وتحقيق أعمالك يعني تقدما واضحا. يعني برج الجدي أوضاعهم جيدة. الجدي يوم الثلاثاء والأربعاء هي يعني أعلى قمة الحظوظ بتكون موجودة عندهم في هذا اليومين. خصص وقتك للعائلة. حلو. أما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة بتراكم العمل لديكم دون قدرة على إنجاز الكثير منه. نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا كافيا من الراحة. حاذر الجدل مع المعاونين ولا تهمل صحتك. الله. زين ماشي. كل عام وانت بخير يا علاوي. يوم عيد ميلادك. Happy birthday to you. تشا تشا تشا. أحلى علاوي. حبيبي. يوم السبت طبعا بتكون الأجواء متوترة، أنصحك بالتركيز جيدا والابتعاد عن الارتجال. يعني بدكم مركز يكون شوية التركيز عنده أعلى، بدهم يكونوا مركزين فيها. طبعا بالنسبة لبرج الدلو الفترة هاي اللي هو الأحد والاثنين بينشطوا بالسفر والاتصالات، ومنكم من ينطلق في مرحلة جديدة للترويج لمشاريع بنجاح. يوم مناسب برضو لاجتياز امتحان، ويعني برضو في شنو يعني هنا في ناس ممكن انها غريبة. تطلب منكم نوع من انواع اللي تساعدوهم او تنشلوهم، وانتم ما راح تقصروا معهم ان شاء الله. ان شاء الله. اما بالنسبه ليوم الثلاثاء والاربعاء بدك تكون حذر من الجدال حول مسائل شخصيه او عائليه. هذه الفتره ترتفع نسبه الاعطال المنزليه او الخلافات العائليه.
واحدة من الاثنين يعني؟ اه واحدة من الاثنين يا هاي يا هاي. وان شاء الله انه يعني ما يكونش واحد سعيد الحظ ويطلع له الثنتين مع بعض بيربح جائزة بعديها. اما بالنسبة ليوم الخميس والجمعة طبعا هاي فترة مناسبة للمناسبات الاجتماعية. تمام. الاجتماعات المهنية العائلية وبتنفع برضو لتلطيف الأجواء، يعني اللي انت خربته يوم الثلاثة والأربعة بتصلحه يوم الخميس والجمعة. تمام. أما بالنسبة ليوم السبت نظم جدول أعمالك، إنها فترة صعبة وضاغطة معنويا وجسديا، لا تعرض مصالحك للتراجع، قد تكون على موعد مع فرصة عمل جديد. تمام حلو. أما بالنسبة لبرج الحوت مع برج الحوت أخيرا، طبعا الحوت بما أنه القمر انتقل على بيت المال عندهم، فهاي الفترة طبعا بتشتغل على الشيء اللي له علاقة المكاسب المالية من عمل إضافي، واللي مداي الناس طبعا بيقدر أنه في الفترة هاي يسترد منهم، بس اللي مداي إن الحوت ما يقربوا بالفترة هاي لأنه الوضع عند الحوت مش كثير ماليا. طبعا ما تضيع الفرص بالنسبة للحوت، ووظف طاقتك الذهنية والفكرية لوضع حد للتساؤلات، ناقش بوضوح وتجنب الالتباسات. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء طبعا حذر من الفوضى وارتكاب الأخطاء، لا سيما في الامتحانات، يعني اللي عندهم امتحانات يوم الثلاثاء والأربعاء بدهم يركزوا مزبوط. يعني ان شاء الله خير ان شاء الله. بما انه احنا يمكن بفتره امتحانات سعيد، فهاي خلينا نقول رساله الى كل مواليد برج الحوت انه يوم الثلاثاء والاربعاء اللي عنده امتحان بده يركز شويه بزياده. نعم. حلو تمام. بالنسبه ليوم الخميس والجمعه بتتركز جهودكم حول ضبط مصالحكم البيتيه والعائليه، قد تعاني من مشاكل شخصيه وتسيطر عليك الهموم والافكار السوداء، معاناة وتراجع صحي، يعني جد معاناة بتكون. أما بالنسبة ليوم السبت ترتفع المعنويات وربما تحصل على فرصة لتصالحة أو لمصالحة ما. تمام. يعني يرجع الأحد زي الوضع. أيوه. أوكي. فهنا إحنا تقريبا إحنا أنهينا لكل الأبراج كل شيء، هسه بدنا نحاول إنه إحنا نجاوب على بعض الرسائل خصوصا اللي طلبوا الطالع تبعهم، لأنه اللي هو على ما أذكر كانت ندى الحسامي اللي هو كانت طالبة برج الثعلب اللي هو برج السرطان الساعة 2 الفجر، بدنا نحاول انه هذه جهودة صحيح. اوكي طلع لها هي انا على اسرع طريقة حسابية ممكن، شايف؟ وهي بتشوف أساسا من الصفات إنه الصفات هاي بتتوافق عليها لو لا تنطبق عليها ولا لا. تمام. هاي لو إنه هي قالت إنه هي مواليد يوم 9/7 جولاي عندنا سنة 81 وساعة الولادة. سبحان الله طلع إياها 81 تايم على 2 الفجر. أي شلون ممكن عشان يعرفوا قديش بنعاني احنا اساسا من حساب الخرطات الفلكية حتى بلكي نعرف او تعرف هدى شنو الطالع اللي يخصها وشلون الامور وياها بهاي الفترة راح تمشي ان شاء الله. فشلون نشوف الحسابات حاليا سعيد؟ منهمك. انا قاعد يسوي الحسابات. طبعا عندها هي نحكي البيت الاول عندها الشارق غارب بالضبط مثل ما بيقول سعيد. طبعا انت من المفروض يعني انه الطالع تاعك يكون بعيد شوي لانه 2 الفجر، ولكن انه انت الطالع تاعك راح يكون برج الجوزاء، فعشان هيك انت سرطان 9/7 وطالعك بالجوزاء خصوصا في اول عشرياته. هذا شوي اللي بعطيك نوع من انواع التقلب، الحركه الانفعاليه، الشغلات اللي مثل هيك، فهي تعطيك دافع. حلو. اذا ما شفتي من مواصفات الجوزاء عندك موجوده، فبدك تكوني انت من طالعك الثور، لانه انت ما حددتي لي المدينه اللي انت انولدتي فيها، فانا بدي اعطيكي على طالعين اما الثور
أو الجوزاء. إذا كنت ست بيت ومعدلة بتوقفي في المطبخ وأكلك زاكي فمعناته أنت برج الثور. إذا كنت شغل تقلب مزاج وحركي وانفعال وانت ماشي بتكون تضربي بسكملة بطاولة هيك بتدخلي في الحيط فأنت بتكوني جوزاء. طالعك برج جوزاء. حلو. نعم. طيب يعني يمكن احنا بس بقعدنا ندى بعد البرنامج قلنا لها رح نحسب طالعها لأنه حاليا وصلنا إلى نهاية ندى. ان شاء الله هسه انا بعمل لك اياه بعد البرنامج مباشره بتلاقيه موجود كومنت عندك على نفس الكومنت انت اللي حطيتيه اللي انت منزلته. اوكي انا اشكرك شكر جزيل يا سعيد. اليوم حلقه ايضا مميزه بوجودك مع توقعات الاسبوعيه الحلوه. خليها ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله تعالى. الاسبوع الجاي احنا بنرتبها اذا كانت مع شاهد طبعا. شاهد هي راح تعلن عن اليوم. صحيح. اللي راح يكون فيه. وطبعا عندي على البيج انا عالم الفل على الابراج سعيد مناع بكون انا منزل اللوجو تبع الرشيد وحاط عليه امتى التوقعات الشهريه اللي راح تكون خلال فترة الأسبوع القادم إن شاء الله. شكر جزيل مرة ثانية لك يا سعيد. العفو. هلا بيك. وأصدقائنا هسه وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من كابوتشينا. ملتقانا يكون باتشر بنفس الموعد بنفس الوقت من الرشيد FM 100.5. ابقوا اسمعوا باقي برامج الرشيد اليوم وأقول لكم في أمان الله.